مشاهدينا عبر بين سبورتس الإخبارية في قطر، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج الشوط الثالث الذي يلقي الضوء على أبرز قضية في الأسبوع، وهي بعد شهور من تغيير موعد بطولة كأس الأمم، لجنة مسابقة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقرر التناغم مع الأجندة الأوروبية في بطولات الأندية. أيضا قررت إذن لجنة مسابقة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اتباع نفس الأجندة الأوروبية مع بطولات الأندية. قرار يأتي بعد شهور من تغيير موعد بطولة كأس الأمم أيضا لتنقل إلى الصيف بدلا من الشتاء على النحو الأوروبي كذلك. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا عمرو فهمي. بعد ثلاثة أيام من النشاط في مقر الكاف، استقرت لجنة مسابقات الأندية على البدء في تحويل بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد إلى الأجندة الأوروبية بدءا من الموسم بعد المقبل، عن طريق تقليص المدة الزمنية للمسابقتين كمرحلة انتقالية، بحيث تبدأان في ديسمبر 2018 وتنتهيان في مايو 2019 قبل كأس الأمم المقررة في الكاميرون. إجراء لا يرى المسؤولون أنه سيمثل ضغطا للمسابقتين قبل انتظامهما في أجندة أغسطس مايو بعد ذلك. لا مش ضغط، هو لأنه السنة الجاية البطولة حتنطلق في النصف الثاني من شهر فبراير وتنتهي في غضون شهر نوفمبر، وبعدها ستكون بطولة جديدة، لكن ستكون بطولة جديدة تقريبا في شكل مجموعات وتنتهي في مايو 2019، يعني شهر قبل البطولة الأفريقية الكان في 2019. مش حيكون في ضغط، تكون يعني بطولتين وراء بعض، لكن احنا مضطرين لأنه قمنا بتعديل المواعيد تكون مثل زي أوروبا، يعني من شهر 8-9 لغاية شهر 5. أطروحات متنوعة حول شكل مسابقات الأندية الإفريقية تم عرضها خلف الكواليس، كإطلاق بطولة جديدة لممثل الدول الأقل تصنيفا مع رفع حصص الدول الأعلى تصنيفا في البطولة الكبرى بشكل يقارب النظام المتبع في آسيا، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون للجنة التنفيذية في اجتماعها المرتقب بالمغرب على هامش بطولة اللاعبين المحليين العام المقبل. اللجنة تعمل على تقديم مقترحات للمكتب التنفيذي أو اللجنة التنفيذية من أجل تطوير المسابقات الأندية، رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي، وهي تطويرات من شأنها أن ترفع من مستوى، ترفع من شكل البطولات الموجودة. لكن من الملاحظ أن مؤخرا تقريبا 15 بلد في إفريقيا هي التي تشارك في الأدوار النهائية في الخمس سنوات الأخيرة في أدوار المجموعات، يعني في بطولات إفريقيا للأندية. لذا نعمل على فكرة جديدة من شأنها أنها تحسن من مشاركة الدول التي لا تشارك ومن رفع مستوى البطولات. تغييرات أجندة المسابقات الإفريقية بما يتماشى مع أوروبا سيفتح الباب أمام تحول فترة الصيف في ظل خلوها من ارتباطات الأندية إلى ما يشبه موسم هجرة للنجوم الأفارقة نحو الشمال، فالانتقالات ستكون أيسر مما مضى، ما سينعكس على تسويق اللاعبين خارجياً. عمرو فهمي، بي إن سبورتس، القاهرة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو سعيد رزقي، محلل قنوات بي إن سبورتس. سعيد، مساء الخير، أهلا بك معنا. مساء الخير أخشي، أهلا. نرحب كذلك بأنيس بوجلبان، لاعب المنتخب التونسي السابق الذي سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من تونس. أنيس، مساء الخير، أهلا بك معنا. دعني أبدأ معك خطوة متأخرة من الاتحاد الإفريقي أم في وقتها؟ مساء الخير. خطوة متأخرة بصراحة، لأنه عانينا الأمرين في الفترة الماضية أنه نلعب المسابقة الإفريقية في فترة الصيف، يعني قعدنا مواسم متلاحمة ما فماش راحة، كنا في تونس بالثلاثة والأربع مواسم بدون راحة، يعني اللي خلى إصابات كبيرة كان جيل لاعبين الدوليين، لاعبين اللي يلعبوا في الفرق الكبرى في تونس اللي تشارك في البطولات الإفريقية، يعني معرضين أكثر للإصابات. أعتقد أن الخطوة كانت متأخرة، ومعروف الأسباب تأخر الخطوة هذه، لأنه رئيس الاتحاد الإفريقي السابق عيسى حياته أكيد أنه كان يخدم مصلحة أكثر الإفريقيا السوداء على إفريقيا الشمالية، معروف أنه بطولاتهم راحتهم الراحة
للفرق للبطولات الأفريقية، مش كما راح عنا في تونس أو في المغرب أو في الجزائر أو في مصر، ما يرتاحوش في شهر 6 أو 7 راحتهم الرائحة الشتوية. ذاك علاش كان نظام البطولة الأفريقية موجه لهم هما. الحمد لله أنه التغيير صار، صحيح بنوع من التأخير، لكن التغيير مهم جدا لصحة اللاعبين ولراحة اللاعبين، خاصة اللاعبين الدوليين واللاعبين اللي ينشطوا في الفرق اللي تشارك البطولات الأفريقية، ويعطي مستوى أحسن ويخلينا يعني يكونوا أقرب للبطولات الأوروبية وحتى الآسيوية. نعم، بالحديث عن عيسى حياته سعيد، كثيرون اعتبروها من ضمن الثورة التي أقامها أحمد على سابقه عيسى حياته، إلى أي مدى تعتبرها خطوة إلى الأمام ضمن هذه الثورة؟ أكيد أحمد هو تقدم برنامج عمل في مرحلة الانتخابات، وبالتالي كان النجاح، فتحول هذا المقترح إلى مشروع عمل قدم فيه شقين من إصلاح تاريخ المنافسات وكذلك إصلاح نظام اللعبة فيما يسمى بتراخيص الأندية. إصلاح التواريخ هذه هو النقطة التي دائما تسيء إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث لا يعقل أن تكون مسابقة من المسابقات تلعب على مدار سنة ونصف أو أكثر من ذلك في بعض الأحيان، لأن القارة الإفريقية أصبحت بعد الأندية الكبيرة لا تعتمد على المشاركة في المنافسات الكبيرة، لأن هذه المنافسات تثقل كاهل أولا النادي، ثانيا تتعب اللاعبين، وثالثا هناك مجموعة من اللاعبين الذين يشاركون في الإقصائيات أو التصفيات ولا يشاركون في النهائيات. فبالتالي وصمة العار كانت هي هذه، وكانت الانتقادات دائما موجهة إلى عيسى حياته من أجل تصليح وإصلاح هذه المنظومة التي يمكن أن نقول أنها أساءت للكرة الإفريقية. اليوم أحمد يشتغل على هذا الجانب بشكل كبير بعد إصلاح يعني النقطة الأساسية التي كانت هي مجال الخلاف بين الأندية الأوروبية وكذلك الأندية الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي بصفة عامة، لأن كان كأس إفريقيا يشكل عبء وتقل على الأندية التي تعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الأفارقة، حتى أنها اتجهت إلى أسواق خارجية وتركت الجواهر الإفريقية تلعب في إفريقيا أو تلعب في الدول العربية من أجل ألا تكون هناك خلخلة في البرمجة وكذلك في نظام المسابقات كلما اقترب كأس إفريقيا. كأس إفريقيا تم يعني الخلاص من التاريخ وأصبح في يعني في مجاله، وحتى أن في نقطته الأساسية هو أن كل المباريات أو كل المنافسات الكبرى تكون دائما بعد شهر مايو أبريل مثلا، تكون هذه هي تسير جنبا إلى جنب مع بقية البطولات العالمية. أنيس، كنت تتحدث عن أن أندية شمال أفريقيا ستستفيد أكثر من أندية جنوب هذه القارة، تغيير التوقيت كيف سيفيد أندية شمال أفريقيا؟ بالأكيد سيفيد، لأنه بصراحة التواريخ القديمة كانت كابوس بالنسبة للفرق الشمال أفريقيا، لأنه كما قلت لك اللاعبين بالمنظومة القديمة وبالنظام القديم اللاعب لا يتمتع بالراحة، لأن المواسم تتلاحم. يعني اليوم بالمواعيد الجديدة اللاعب اليوم من حقه أنه على الأقل ياخذ شهر راحة كما اللاعبين في العالم الكل يتمتع بالراحة الصيفية متاعه. الفرق كيف تعمل تحضيرات بدنية تتلائم مع الموسم كامل، تعرف في النظام القديم كنا ما نقدرش حتى نعملوا تحضير بدني للموسم، لأنه في شهر 6 أو 7 يعني في المفروض وقت اللي الدوري التونسي مثلا يخلص عاد نرتاحوا وولينا نتلزوا انه نعملوا نلعب مباراة كل نص شهر، فالتحضير البدني تاع اول موسم ما يصيرش، الاصابات تكثر، اللاعبين اللي ينتموا للمنتخب يصيبهم ارهاق من شهر 11 12 تكثر الاصابات. فيعني اعتقد انه افاده كبيره للفرق اللي تشارك في البطولات الافريقيه في شمال افريقيا، لانه كما قلت لك مش يعطي فرصه للاعبين للراحه، ويعطي فرصه للنوادي ان تقوم بعمل بدني بدايه التحضيرات كباقي الفرق الاوروبيه.
نعم. طيب تحدث أنيس عن مسألة توقيت والوصول إلى شهر نوفمبر تكثر الإصابات، البعض يراها سعيد من جانب آخر بأن اللاعب في شمال أفريقيا يكون في قمة مستوى في هذا التوقيت، في حين أن دوريات جنوب القارة لا تكون قد بدأت. أكيد، وهذا هو الخطير في إفريقيا، لأن القارة الإفريقية هي فريدة بنوعها وفريدة من نوعها، لا تشبه أي قارة من القارات. ذلك الاختلاف، أولا الطقس، اختلاف الجو بين مثلا مناطق منطقة وأخرى. ثالثا اختلاف حتى في عقلية انطلاق المنافسات، أي أن الجدولة دائما تسبب مشاكل كبيرة. في شمال إفريقيا في هذا الشهر، شهر نوفمبر، دائما تكون مثلا في قمة العطاء، معدل اللياقة البدنية يكون في مستواه العالي، اللاعب يكون ذهنيا مركز بشكل كبير لأن مجرى المباريات أخذ منه الشيء الكثير، اللياقة البدنية تلعب دورها في الفنيات والمهارات وإظهار الشكل الصحيح للأندية، في حين أن هناك بعض الأندية الإفريقية التي ما زالت لم تنطلق عندها المباراة البطولة أو هي في نهاية الدوري. وهذا هو الاختلاف، أي أن هناك في طي كل إيجابيات هناك سلبيات ستكون يعني حاضرة في هذه الجدولة، هو اختلاف انطلاق الدوريات عكس أوروبا. أوروبا كلها تنطلق في وقت واحد وتنتهي في وقت واحد، أي أن الجدولة هي عصارة مستنبطة من الدوريات المحلية، أي أن الكل يسير في نفس الاتجاه، الكل يسير في نفس النمط ونفس السياق. في إفريقيا كل يغني على ليلاه، تجد مثلا في جنوب إفريقيا اليوم المباريات يعني ضغط على المباريات، الجولة مثلا 17 تجدها في شمال إفريقيا الجولة الرابعة. فهناك اختلاف كبير، زائد أن هناك نقطة خطيرة يمكن أن نقول أنها من النقط اللي يمكن أن نعتبرها ستعيق يعني السير الصحيح لهذه البرمجة، وهي أولا التوقيت، اختلاف المواعيد واختلاف التوقيت. ثانيا مشكل المواصلات، مشكل يعني تسهيل التأشيرات بين الدول والدخول بين دولة ودولة، لأن هناك مشاكل كبيرة. فكل هذا سيثقل البرمجة، ستثقل أحمد الأحمد. ولكن هامش الخطأ هذا لا يعني أنه كلما صار مع السنوات وصار ضئيل وصار هامش الخطأ قليل وقليل جدا، كلما نجحت إفريقيا في التواجد على الساحة العالمية. لأن لا يعقل أن تكون لديك نجوم ويكون لديك أندية ويكون لديك إمكانيات ولا يكون لديك برمجة، فهذا هو الخطأ. يعني ما يهمنا استفادة أندية شمال أفريقيا فقط، هذا هو العنوان، هذا هو العنوان البارز. واصل قصير مشاهدينا ثم نعود لنواصل، أبقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، عودة إلى برنامج الشوط الثالث الذي نخصصه للحديث عن تأجيل مواعيد أو تغيير مواعيد البطولات الإفريقية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث أعرب خالد لطيف عضو الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد نجمي المدير الفني لنادي الرجاء المغربي عن تأييدهما لقرار تعديل مواعيد البطولتين الإفريقيتين للأندية، واعتبرا أنه سيصب في مصلحة اللاعبين. القرار كان مهم جدا جدا، تأخر كثيرا. يمكن كانت الأندية المصرية كانت بتعاني من بدء البطولة ونهايتها بشكل كبير جدا، ويمكن حتى هذا الموسم اللي هيبدأ في شهر مارس تقريبا أول لقاءات الأندية المصرية كنا بنلاقي صعوبة كبيرة جدا ان انت بتنهي مواسمك المحلية في وقت بيكون في بداية من دور الثمانية بعد اقرار نظام البطولة بالشكل الجديد، فبالتالي بتبقى موسم احلال وتجديد بالنسبة للدوري المحلي المصري وبالنسبة للأندية المصرية في الوقت اللي انت بتشتد عليك يمكن المنافسة في المنافسة على لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي الشامبيونز ليج أو الكونفدرالية الأفريقية. قرار اعتقادي الشخص هيجي في صالح الأندية المصرية، لابد من معرفة الأندية المصرية الشكل الكامل للبطولة حتى يتم بناء الأندية المصرية والبطولة المحلية المصرية بشكل يتناسب ويتوافق مع كيفية المنافسة الدائمة للأندية المصرية في المسابقات الإفريقية. كان التوجه في محله بحيث جميع الفرق ولا جميع الدول، سواء اللي كتلعب تشامبيونز ليغ سواء اللي كتلعب يعني ديال لاكاف سواء الفرق المنتخبات، على اساس بانهم التوقيت ديالهم غير مناسب بالنسبه، ولو بان بعض الدول يعني بحسب بحكم المناخ ديالها بحال كوت ديفوار بحال الكامرون، ولكن يعني الامور يعني التدهورات سيرتو في هذه السنوات الاخيره
بحيث هذوك الدول اللي كانت كتستافد من هذاك التوقيت ديال البطولات يعني الافريقيه بحال لاكوت ديفوار سيرتو مع حياته مع الكامرون، يعني حاليا هذه السنوات الاخيره لم تعد تستفيد من هذاك التوقيت، بحيث بان جميع المنتخبات اللي كاينه على الصعيد الافريقي كاين اللاعبين اكثريه ديال اللاعبين يعني من البطولات الاوروبيه. هناك شبه إجماع إذن في شمال إفريقيا على تأييد هذه الخطوة. أعود إلى ضيفي أنيس من تونس. أنيس، القارة الآسيوية تغلبت على مسألة فرق التوقيت ومسألة التوقيت والمواعيد بشكل عام والمواصلات بأن فصلت أندية شرق القارة عن غربها، هل أنت مع فصل أندية شمال القارة الإفريقية عن جنوبها على أن يلتقيا في النهائي؟ هذه فكرة ممتازة ممتازة جدا، خاصة للأندية يعني شمال أفريقيا، لأنه بصراحة الفرق كبير يعني على مستوى الحرارة على مستوى الطقس وحتى البعد المسافات. ممكن أكثر حاجة ترهق اللاعبين وترهق الأندية هي طول السفرات لبعض المناطق الأفريقية مقارنة طبعا بتونس. يعني مثلا في فرق كبير انه فريق من تونس يلاقي فريق من المغرب او من مصر او من الجزائر او من ليبيا، وانه فريق يلاقي فريق في الكوت ديفوار او اثيوبيا او الكاميرون. يعني مسافات بعيده وبعيده جدا، فارق يعني الطقس والحراره، اضافه اكيد انه يعني طول السفرات ترهق اللاعبين بدنيا وترهق النوادي ماديا. يعني تصور انه فكره ممتازه جدا، الخطوه الاولى تغيير التوقيت خطوه ممتازه وممتازه جدا، والخطوه الثانيه ان شاء الله ان تصب في مصلحه الانديه شمال افريقيا انه نفصل القاره يعني ونتلقاو في النهائي. الاستاذ خالد لطيف قال انه قرار هذا في صالح الانديه المصريه، يعني لو النظام القديم مش في صالح الانديه المصريه نشوف يعني النادي الاهلي متحصل على 8 القاب افريقيا، فما بالك يعني تو بتغيير ممكن النادي الاهلي يجب يسيطر حتى على البطوله الافريقيه بالنظام الجديد. طيب، وان كان نظام الفصل قد يحرمنا من مواجهات عربيه في النهائي، سعيد انت ربما مع النظام فصل انديه شمال القاره عن غربها، لكن عن جنوبها عفوا، عندما تم تطبيق هذا النظام في قاره اسيا حدثت فجوه ما بين فرق شرق القارة عن غربها في المستوى، وترى اكتساح أندية شرق القارة لبطولات الآسيوية. برأيك هذه الفجوة لو حدثت في إفريقيا ستصب في مصلحة من؟ الشمال أم الجنوب؟ لا، ستصب في مصلحة الجنوب، لأن أقوى الأندية موجودة في الجنوب. حتى أن هناك أندية، نحن نلاحظ أن اليوم فريق سان داونز من الأندية القوية، يعني يمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا. هناك بعض الأندية القوية مثل يمكن أن نقول الأندية النيجيرية يعني تشارك بلاعبين على مستوى عالي. لأن المشكلة وين موجودة؟ المشكلة أساسها أن في الجنوب هناك ستكون المنافسة مشتدة يعني بين الأفارقة، ستكون المنافسة عادية جدا. في عكس ذلك شمال إفريقيا ومعها غرب إفريقيا ستكون مشتدة بمثابة ديربيات، فستكون المنافسة أقوى من دوريات الجنوب من دوري الجنوب، ولكن الجنوب سيكون لديه أندية قادرة على الفوز باللقب. خلينا يمكن أن نعطيها شبه وجه المقارنة بين كيف كانت في آسيا وكيف يمكن أن تكون في إفريقيا. في آسيا هناك غرب وشرق آسيا. غرب آسيا يعني كان دائما يشتكي من طول المسافة، طول المدة، تاريخ المنافسات، كذلك تاريخ بداية المنافسات. نفس العملية كانت في الشرق، ولكن عندما يتقابلون دائما تجد الأندية الكورية، الأندية اليابانية، الأندية الصينية قوية جدا، دائما هي التي تسيطر. لماذا؟ لأن نوعية التكوين، نوعية حتى النوعية الفيزيولوجية والفيزيونومية للاعب هي تختلف بشكل كبير عن اللاعب. في إفريقيا ستجد كذلك نفس النظام، هناك لاعبين أقوياء، لياقة بدنية عالية، لاعب رجولي. فيما طيب. شمال إفريقيا ستجد هناك الفنيات والمهارات. طيب. أنيس، سؤال أخير وإن كان بعيد نوعا ما عن هذا الموضوع. أحمد قام بثورة في كل المجالات وفي كل العناصر، لكن ربما يبقى عنصر واحد هو الذي يحتاج الثورة الأهم. لا أدري إن كنت تتفق معي أم لا، عنصر التحكيم.
كل افريقيا تتفق معك معك على طول يعني عنصر التحكيم ممكن الحلقه الاضعف. نعم كل افريقيا الحلقه الاضعف في كره القدم الافريقيه، ولو انه كان في تحسن نوعا ما لما مسك رئيس لجنه الحكام او التحكيم في افريقيا الاستاذ طارق بوشماوي كان نوع من التحسن يعني في سنه 2012 2013، بعد التحكيم رجع يعني شفنا بصراحه هفوات تحكيميه ساعات يعني في مرات يعني خياليه، شفنا اهداف باليد، شفنا اهداف يعني شفنا حاجات غريبه وغريبه جدا، خاصه في اول المسابقه ممكن في السيمي فاينل وفي النهائي يجيبوا حكام دوليين، حكام يخافوا على سمعتهم، لكن في الادوار التمهيديه ولا في دوري المجموعات شفنا اخطاء تحكيميه كبيره. ان شاء الله يعني خطوه، الحاجه الباهيه انه منذ قدوم احمد وحسينا انه فما على الاقل بوادر تغيير، فما نيه للتغيير، فما نيه للتحسن، هذه اهم حاجه. الخطوه الاولى قام بها، مازالت خطوه التحكيم نتصور انه ماشيين لاصلاح قطاع التحكيم، لانه اذا كان يحب ينهض بالرياضه ولا ينهض بكره القدم في افريقيا لازم التحكيم يكون على نعم. على اعلى مستوى. الثورة يجب أن تبدأ من التحكيم إذا قبل الموعد. أنيس بوجلبان لاعب المنتخب التونسي السابق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تونس. شكرا موصول طبعا لسعيد رزقي محلل قنوات بي سبورت، شكرا جزيلا لك سعيد. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى نهاية الشوط الثالث، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.